سكاني مهم كلش، مهم انه كل شيء يصير بمجاله يعني. صحيح ان احنا محتاجين هاي، لان صار لنا اكثر من 30 سنه ما موجود التعداد السكاني. اخر تعداد سكاني صار بالعراق بسنه 97. التعداد السكاني ضروره ملحه، وان كثير من البلدان لا تستطيع ان تنهض بالخدمات وتنهض بتوفير الامور الاخرى للناس بدون تعداد سكاني. اهلا بكم. من الموعد غير المعلوم الى اليوم الموعود، تعداد باتت ملامحه بعد طول انتظار، غياب دام لي 27 عام، تغيرت أعداد السكان ولم يتغير الحال. فلا مقاعد انتخابية ولا تخصيصات مالية ولا حتى وظائف أو استحقاقات دون بيان كثافة النسمات. فهل ستعود الأمور إلى نصابها وتنهي مسيرة الخلافات في البرلمان؟ أم أن الأمر توقيت قد يشهد الحدث أو يكون غياب الحدث شاهد عليه؟ هذا ما يخص التخطيط. أما الكهرباء، 200 محطة تدخل الخدمة لتقليل حدة لهيب الصيف، فهل ستشهد موسماً لا يمثل نسخة للمواسم المخيبة للآمال السابقة؟ أم أن المتابعة المباشرة لجداول الكهرباء ستحفظ حقوق المحافظات وتحمي العراقيين من حرارة الأجواء بسرعة الإجراء؟ أهلاً بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن الملف الأول سيكون عن انطلاق التعداد التجريبي في عموم البلاد استعدادا لانطلاق التعداد العام. سنناقش هذا الملف مع المدير التنفيذي للتعداد السكاني الأستاذ علي عريان الساعدي. أستاذ علي، مرحبا بجنابك. مرحبا أستاذ. بداية الله يكون بعونكم ويساعدكم على التعب من ساعات الصباح الأولى حتى اللحظة. أريد نعرف يعني شنو أبرز تفاصيل التعداد التجريبي، المحافظات المستهدفة، الأعداد اللي انطلقت اليوم للمباشرة بالتعداد التجريبي؟ تفضل. بداية نشكركم جزيل الشكر على الاستضافة للتعريف في أهم مفصل انتظره العراقيين لأكثر من ربما من 3 عقود منذ 1997 لم ينفذ تعداد عام للسكان، أو ربما نقول أبعد من ذلك، لأنه في 1997 كانت هناك 3 محافظات خارج سيطرة الحكومة المركزية، وبالتالي لم يكن تعداد يعتد به من قبل منظمة الأمم المتحدة. نعم. والمنظمات الدولية. أي المحافظات اللي كانت مستثنات؟ نعرف أنه 3 محافظات هي محافظات إقليم كردستان. نعم. لأن كانت خارج سيطرة الحكومة المركزية. جيد. الآن نحن في وزارة التخطيط، هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، قطعنا شوطا في هذه العملية. دولة رئيس الوزراء في الشهر الثاني من 2023 وفي اجتماع للمجلس الأعلى للسياسات السكانية اتخذ قرار التنفيذ بين سنتين 23 و24، ومن ثم أجرى اجتماع لمجلس الوزراء في الشهر الرابع 2023، وربما كانت هذه سابقة للحكومة العراقية باعتبار أول رئيس وزراء عراقي يوجه في مجلس وزراء أو في اجتماع باتخاذ هذا القرار. هذا الاجتماع
أنتج عن 18 بند أو فقرة تضمنت التوجيه لكافة الوزارات والهيئات بإبداء كافة المساعدات، كافة تقديم أنواع المساعدات إلى وزارة التخطيط من أجل إنجاح هذه العملية، ومنح الكثير من الاستثناءات عن الأمور التي تم الاستثناء عن التعاقدات الحكومية وغيرها. بدأنا هذه التجربة حقيقة. التعداد ليس بالعملية السهلة، لا نحن لا نسير مثل ما يقال بالسهل الممتنع، هناك الكثير من العقبات والصعوبات رافقت هذا الموضوع. يعني من 2003 إلى هذا اليوم كانت هناك كثير من المحاولات، للأسف لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب، منها عدم توفر التخصيصات المالية الكافية، ومن ثم جائحة كورونا. كانت لدينا محاولة، يعني محاولة بال 2009-2010 بدأنا بالعد الحقيقي، يعني عملنا، هي التجربة اللي تسبق التعداد العام، هي مرحلة مهمة، مرحلة الحصر والحصر والحزم وترقيم المباني، ونفذنا العملية كاملة على مستوى العراق. لكن للأسف بسبب القرارات السياسية، نعرف أنه القرار السياسي والقرار السائد في البلد، تم إيقاف العمل بالتعداد. يعني كانت هناك خلافات، يعني ما نريد نخوض بها، خلافات حول القومية والمناطق المتنازع عليها، وصدر قرار بإيقاف التعداد. بس احنا داريد مبدئيا نتحدث شنو أهمية التعداد السكاني حتى تكون فكرة واضحة لدى المشاهد. نعم، التعداد في تعريف بسيط، يعني للتعداد، التعداد هو عملية عد جميع السكان العراقيين والأجانب الأحياء المتواجدين داخل الحدود الجغرافية للدولة. يعتقد، يعني ربما للأسف الكثير حتى من بعض يعني الناس الأكاديميين والمثقفين، يعتقد أن عملية التعداد هي عملية عدل السكان فقط. هو حقيقة أنه شاع اسمه التعداد العام للسكان، لكن المفهوم الحقيقي هو التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت. يعني عملية التعداد هي ليست عملية عدل السكان. لدينا في وزارة التخطيط، هي تحصى ونظم المعلومات الجغرافية، الآليات الفنية والطرق التي يمكن من خلالها عد جميع السكان، ولدينا تقديرات سكانية ربما هي أقرب للواقع. سنة 1997 نفذنا التعداد، والبيانات الأولية للسكان كانت يعني فرق جدا قليل، فهي ليست عملية عدل السكان. التعداد هي عملية تستهدف الغرض منها جمع أو خلق قاعدة بيانات متكاملة عن البيانات الديموغرافية وخصائص الأفراد والأسر، بالإضافة إلى بيانات عن الصحة والتعليم والزراعة وحركة السكان من ناحية النزوح والهجرة. هذه الأرقام والمؤشرات يمكن وضعها أمام السادة المخططين ورسامين السياسات لاتخاذ القرارات التي بدورها تؤدي إلى وضع خطط تنموي للبلد. زين، يعني حضرتك مواكب اليوم للتعداد التجريبي، تتحدث لنا عن يعني مراحل البدء بالتعداد أو كيفية إجراء التعداد من خلال خطواته. قبل مرحلة العد التجريبي سبقته مجموعة من المراحل. كانت هناك أول مرحلة التعاقد مع الشركات الأجنبية، لأن التعداد عملية ضخمة جدا وتتطلب كثير من الجهود، يعني المادية والطاقات البشرية. قمنا بالتعاقد مع مجموعة من الشركات الاستشارية وكذلك 4 شركات عالمية للتطبيقات، داتا سنتر، كول سنتر، والأنظمة والبرامجيات، بالإضافة إلى التابلت. يعني هذه الأجهزة اللوحية أيضا تصنع حسب مواصفات، أخذين بنظر اعتبار درجة الحرارة. هذه الأجهزة يتم استخدامها نعم في التعداد، يعني التعداد سوف ينفذ من قبل 120 ألف باحث على مستوى العراق. فالمرحلة الأولى كانت هي مرحلة التعاقد مع الشركات الاستشارية. المرحلة الثانية هي مرحلة التدريب،
كان التدريب يعني آلية وضعنا للتدريب آلية التدريب الهرمي. نعم. كانت بالبداية تدريب الكوادر المميزة لدينا في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية اللي هم نسميهم المشرفين المركزيين. بدأنا بالتدريب لثلاث دورات هذه، ومن ثم المشرفين المحليين اللي هم مدراء الإحصاء بالمحافظات. بالتالي هذه المجامع ذهبت إلى المحافظات تدرب الموظفين المتواجدين هناك. الموظفين المتواجدين هناك الذين يقومون الآن بالعد التجريبي سيقومون لاحقا بتدريب مجموعة تصل هذه المراحل اللي هي التدريب الهرمي إلى أن تستهدف تدريب 120 ألف باحث بالعراق، الذين من يعني أكثرهم أو النسبة الأكبر هي من الكوادر التعليمية التي ستقوم بتنفيذ إن شاء الله التعداد العام للسكان والمساكن بما في تشرين الثاني إن شاء الله 2024 إن شاء الله. بما أنه أكو موعد وأكو تعداد سكاني عام، إذا ما فائدة التعداد التجريبي اللي أجريته الآن؟ وهذه النتائج هل ستعتمد في التعداد السكاني العام؟ نعم، التعداد التجريبي هي ربما يعني بداية، يعني مثل يعني يقال أنه نصف الطريق، قطع نصف الطريق، لأن من خلال التعداد التجريبي احنا بالتعداد التجريبي استهدفنا 84 منطقة. نعم. 44 منطقة في الريف و40 منطقة بالحضر، شملت جميع محافظات العراق بضمنها اقليم كردستان. بالنسبة لحد اليوم انا كنت متواصل مع الأخوة المسؤولين في الاقليم الى يعني ساعات متأخرة من المساء، وكانوا ايضا لديهم الرغبة الحقيقية والجدية في إنجاز هذا التعداد. فمن خلال التعداد التجريبي يمكن أولاً اختبار جميع الأنظمة والبرامج اللي تم التعاقد عليها، ثانياً اختبار القدرات البشرية التي تم تدريبها. بالتالي المرحلة راح تستمر 14 يوم، هي تدخلها مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى حزم، يسمونها حزم المباني، ومن ثم الحصر حزم المحلات، ومن ثم ترقيم المباني والشوارع، ومن ثم استيفاء معلومات الأسر من الأسر. جيد أستاذ علي، من 1997 إلى الآن أكثر من 27 سنة، شنو أسباب هذا الغياب، هذا التأخر بإجراء التعداد السكاني إذا احنا نتحدث عن أهميته البالغة؟ نعم أستاذ، هو كل عمل حقيقي يحتاج إلى إرادة حقيقية. احنا يعني من بعد 2003 يعني كانت هناك كثير من المشاكل والعقبات التي وقفت حائل دون تنفيذ التعداد، يعني منها مشاكل اقتصاديه ومشاكل سياسيه، يعني اختلاف الرؤى والتوجهات يعني السياسيه. يعني التعداد يحتاج الى مبالغ هائله مثلا؟ طبعا هناك مقوله للامم المتحده كثيرا ما نرددها في الاعلام، انه اصعب قرار تتخذه الدول في اوقات السلم هو يعني عمل التعداد العام للسكان، او هو ثاني اصعب قرار بعد قرار الحرب، لان يعني العمليه يعني عمليه جدا صعبه. ويعني للعلم ان هناك دول على مستوى دول عالميه يعني مثل استراليا وكندا سنه 2016 رادت، يعني دول بهذا المستوى رادت تنفذ التعداد وفشلت انه في تنفذ التعداد. راح يقدر العراق انه يتخطى هذه المرحله بنجاح ان شاء الله؟ ولي صعوبه هذا الموضوع، كيف تتوقع انه النتائج تكون بعد اجراء التعداد السكاني؟ ان شاء الله نحن ماضين بانجاز هذا العمل وبثقه عاليه، الدعم المتواصل من دوله رئيس الوزراء والتوجيه المباشر باتخاذ هذا القرار، ومن ثم المتابعه يعني ربما اليوميه من السيد وزير التخطيط الدكتور محمد تميم، وهناك الكثير من الجهات الداعمة لهذا المشروع. نلمس حقيقة أن هناك توجه حقيقي لإنجاح هذا المشروع. كوادرنا بالنسبة أن احنا هيئة الإحصاء كوادرنا يعني لديها الخبرة الطويلة خاصة في العمل الميداني، لأن احنا ربما يعني هناك أعمال هي يعني بموازاة تعداد المسوح الأسرية اللي ننفذ احنا على طول السنه، فالنتائج جيده والاعمال تسير بصوره طبيعيه. جيد،
التعداد العام كم من الوقت يحتاج في حال أجري بموعد المحدد، وهل هناك استعداد كامل لإجرائه؟ وأيضا شنو أبرز الآليات اللي ستعتمد في إجراء التعداد السكان العام؟ نحن الآن في اليوم 31/5 بدأنا بالتعداد التجريبي، إن شاء الله يستمر 14 يوم. في الشهر السادس إن شاء الله والشهر السابع نبدأ بالتدريب. هناك الكثير من الوزارات، نعم، هي يعني لا يصور البعض أنه وزارة التخطيط هي الجهة الوحيدة التي ستنفذ التعداد، بل هناك وزارات لها دور وأهمية كبيرة في التعداد، مثلا وزارة التربية، نعم، هي اللي راح تجهزنا بالكوادر البشرية وبهذه الأعداد الكبيرة. فإحنا راح نبدأ مرحلة التدريب، راح نستهدف هذه المرة 40,000 متدرب اللي يقومون إن شاء الله في شهر السابع والثامن بعملية يسمونها الحصر والحزم والترقيم. هذه تجربة صغيرة اللي إحنا الآن نفذناها، بدأنا بتنفيذ اليوم، لكن سنبدأ إن شاء الله في الشهر الثامن بحزم وحصر وترقيم المباني في كل العراق من الشمال إلى الجنوب، ومن ثم التعداد التجريبي في إن شاء الله 20 تشرين الثاني. إذن الوقت الكلي اللي نحتاجه لإتمام عملية التعداد السكاني إيش قد يقدر؟ يعني حقيقة هو بدأت من يعني من بداية السنة، إحنا المفروض هو يوم العد راح يكون يوم 20/11/20 تشرين الثاني، فإحنا بالنسبة إن على طول هذه الفترة راح يكون العمل مستمر. زين، ففي حال إجراء التعديد السكاني والانطلاق به بشكل فعلي، هل من الممكن أن نشهد تعطيل للدوام بما أنه اعتمادكم على نسب موظفين كبيرة خاصة من وزارة التربية؟ لا، احنا عندنا تجربة سابقة في 2009، راح ناخذ مجموعة من وفق مواصفات، يعني هذه المرة مواصفات التعداد هذه المرة، وكما يجرى في كل دول العالم كان هناك تحول من التعداد الورقي إلى التعداد الإلكتروني. نعم. التعداد الإلكتروني يتطلب إمكانيات أو أعمار معينة، احنا خلينا مواصفات لبعض الأساتذة المعلمين والمدرسين اللي يشاركون بالتعداد بالنسبة للعمر، إمكانية العمل، اختصاصات معينة. لا أعتقد هذا سوف يؤثر على سير الدراسة. ومن ثم التعداد الفعلي في شهر دائما في شهر العاشر و11 راح تكون هناك عطلة، يعني نعم. بالنسبة لنا جيد. نعم. سيد علي، ما مدى مساهمة التعداد السكاني بتغيير المعادلة الانتخابية والتخصيصات المالية للمحافظات وحتى توزيع الوظائف بين المحافظات؟ حقيقة بعد الاختلاف في الرؤى حول التعداد بال2009 بسبب يعني بعض الأسئلة في الاستمارة، هذه الاستمارة الآن اللي نعمل عليها تضمن 70 سؤال في مختلف المجالات، رفعت منها بعض الأمور اللي نعتقد أنه تسبب مشاكل يعني لبعض المكونات. التعداد هذه المرة هو أطلقنا شعار التعداد للتنمية. للأسف إحنا كل العمليات الآن اللي تجرى والتخطيط ربما هناك الكثير من الأرقام غائبة عن المخططين وراسمين السياسات. هذه المرة إنه راح تصير قاعدة بيانات متكاملة أمام السادة المسؤولين، على ضوها راح نعرف الاستحقاق الفعلي لكل محافظة من السكان لكل ناحية، لأصغر وحدة إدارية. طبعا التعداد يستهدف أصغر وحدة إدارية هي الناحية، ربما القرية في على مستوى الريف، القرية والناحية والقضاء إلى المحافظة، وبالنسبة للحضر هو المحلة والناحية والحضر. احنا نعرف بعد 2003 صار الكثير من التغير في الوحدات الإدارية، قرى تحولت إلى استحداث القرى إلى نواحي والنواحي إلى أقضية، فكانت أكو هناك ضبابية لدى بعض مسؤولين الوحدات الإدارية في الأعداد الحقيقية للسكان، وبالتالي يعني هناك معاناة حقيقية، يعني هم الناس يعني جاي يخاطبونا ويقولون أنه أنا أريد أعرف حجم السكان، أريد أعرف التخصيصات اللي إلي، لأن يعني بالاستحداث إحنا ما قدرنا يعني نعرف الأعداد الحقيقية. فإن شاء الله بالتعداد راح كل مكون يعني كل محافظة راح تعرف إيش قد تخصيصه، إيش قد نسبته من الحقيقية من الانتخابات، بالإضافة للكثير من القضايا التنموية. جيد. أستاذ علي، هناك من يرى أن غياب التعداد السكاني لهذه الفترة طويلة أثر بشكل
مباشر وسلبي على ملف السكن. ما هو تأثير هذا الموضوع على ملف السكن وإيجاد حلول إلى في حال أجري تعداد السكان؟ طبعا من ضمن الأسئلة المستهدفة للأسر هو موضوع السكن. احنا تعرف اكو مؤشر يسمونه نسبة الاكتظاظ، يعني كثير التداخل بسبب الوحدات السكنية، لم نعرف الحجم حجم الأعداد السكان الحقيقي، تحول بعض المناطق الزراعية إلى مناطق سكنية، حتى الكثير من المستثمرين، يعني أنت لما تجي لهيئات الاستثمار يعني جاي يعني اكو مشكلة، يجي المستثمر يقول له اعطيني دراسة حول الأعداد الحقيقية للسكان. احنا إن شاء الله هذا التعداد راح يوفر قاعدة بيانات متكاملة فتشمل كل القطاعات، الصحة والسكن والتعليم، يعني راح تكون أرقام حقيقية. جيد، ما هي أبرز المشاكل اللي واجهتكم اليوم حتى بالتالي من الممكن أن يتم تخطيها وإيجاد الحلول لها في التعداد السكاني العام إن شاء الله؟ طبعاً إحنا اليوم هو كان اليوم الأول للتجربة، طبعاً إحنا من اليوم الأول إن شاء الله متفائلين، مثل ما يقول رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ربما أنا أقول الآن بدأت رحلة الألف ميل، وإن شاء الله يعني شفنا تضافر كل الجهود، كل الناس كانوا مستعدين، يعني حقيقة إحنا تفاجئنا اليوم إنه شفنا يعني رغبة حقيقية واستعداد، يعني حتى اليوم بكوادرنا صارت فتح حالات إغماء، عندنا كثير من الموظفين والموظفات المشاركين في بعض المحافظات صارت حالات إغماء، راح تطلعوهم بشهر السابع على هذا الحال صارت، بس لكن كل هذا لم يقف حائلا دون المضي اليوم في تنفيذ جزء من هذه العملية. كانت القوات الأمنية حاضرة بقوة، طبعا الشكر الجزيل للسيد وزير الداخلية وكل من ساهم بهذا المشروع، كل المحافظات، إضافة إلى كل القنوات الإعلامية الحرة العراقية الشريفة كانت موجودة، التغطية الإعلامية كانت جيدة جدا، ربما أكثر من 10 قنوات فضائية كانت معنا إلى بعد الظهر، فتلمس يعني أكو حقيقة الناس متعاونين بدأوا يفهمون. إحنا الإعلام دوره جدا مهم لقطع الطريق امام الاصوات النشازه اللي يعني اللي تريد تعطل هذا المشروع الكبير. بعض الاصوات بدات ربما مبكرا، نعم، في المحاوله اجهاض هذا المشروع، وتعرف اكو يعني هناك الكثير من الناس يعني. جيد، هل هناك دعم حكومي مباشر لاتمام هذا الملف على بافضل وجه وبأفضل؟ نعم، انا ذكرت سابقا انه هناك توجه حقيقي، هو الإرادة السياسية متوفرة، فهذا يعني أنه الإرادة السياسية والأموال، نعم، بالبداية أيضا كان أهم عاملين وقفت دون تنفيذ التعداد. هذه المرة الإرادة السياسية متوفرة والأموال يعني حقيقة متوفرة، وإن شاء الله سينجز التعداد إن شاء الله. المدير التنفيذي للتعداد السكاني الأستاذ علي عريان الساعد، يشكرك جزيلا، شكرا جزيلا، الشكر على هذه الاستضافة. شكرك. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول التعداد التجريبي في العراق، لنتابع.
إذن ملفنا الثاني راح يكون عن إعلان السيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني افتتاح وتشغيل 200 محطة لنقل وتوزيع الكهرباء استعدادا لموسم الذروة، ونناقش هذا الملف مع المتحدث باسم وزارة الكهرباء الأستاذ أحمد موسى العبادي. أستاذ أحمد مرحبا بجنابك. حياكم الله أستاذ محمد، جميع مشاهدي قناة الأيام. أهلا بحضرتك. قبل ما نحكي بإجراءات ودعم المباشر للسيد رئيس الوزراء، بعد الصيف صار له 4 أيام من شفنا الصيف الحقيقي وبينت الأمور، وين استعداداتكم كوزارة كهرباء؟ نلتقي بجنابك، قبل أشهر كانت استعدادات مبكرة لمواجهة هذا الصيف، ووعدت الشارع العراقي بأنه هذا الصيف سيكون مختلف تماما عن السنوات السابقة. تفضل. مرحبا بجنابك أستاذ محمد، حيا الله جميع مشاهدي قناة الأيام. بودي أن أشكر قناة الأيام مرة أولى ومرة ثانية. المناسبة المرة الأولى أنه شفنا الشيخ أبو الأكبر الله يحفظه، شاعرنا العزيز وملا قحطان والأخوة اللي وياهم يعني، ومرة ثانية لهذه الاستضافة المهمة اللي جت بتوقيت ربما تحتاج المواطن أو نحتاجه نحن كوزارة حتى نوضح فكرتنا يعني للناس. نعم. وخطتنا التي لا نزال نؤكد أنها ستكون جيدة وستكون ساعات التجهيز أفضل من الصيف الماضي. هسه نعم أكو نوعا ما تراجع بساعات تجهيز الكهرباء، أكو تلكو، إحنا الآن لم ننتهي من خطتنا الاستعدادية لفصل الصيف. وصلنا قرابة 90% إن شاء الله بالأيام المقبلة. 10% اللي هي عبارة عن طاقات توليدية جديدة راح تدخل للمنظومة. يوم أمس بالتحديد الحديث عن 200 محطة دخلت للعمل، وهذه المحطات بواقع 200 محطة كانت تستدعي عمل كبير، راح تبين بساعات تجهيز الكهرباء، راح تبين باستقرار الكهرباء، راح تبين بسعات وإتاحة وموثوقية للشبكة الكهربائية. يفترض عملنا بشقين، خطتنا المبكرة التي بدأناها والمفروض تكون استعداد لفصل الصيف. سامي محمد، اليوم احنا كوزارة كهرباء بتنا نستشعر جيدا انه ملف الكهرباء هو مدخلية وبوابة لنجاح الجهد الحكومي كله. طبعا اليوم بلا كهرباء نعتقد انه لا صحة لا بيئة لا نمو لا اقتصاد لا غير، لا حتى امن ولا حتى دفاع. يساهم الكهرباء بانعاش كل هذه الملفات، عليه احنا مستشعرين حجم المسؤولية، مستشعرين حجم المسؤولية أمام السيد رئيس الوزراء وشعبنا. يوم السيد رئيس الوزراء يتابع هذا الملف أسبوعيا لا أكثر، يتابع يوميا أنت صلاحيات وأنت تخصيصات وأنت القرارات من قبل مجلس الوزراء لوزارة الكهرباء، داعمكم بشكل مباشر ومو طبيعي، داعمنا ومتابع لجزئيات قد ما تتصور أنها دقيقة. يعني يوم أمس عرض جزئيات دقيقة بملف الكهرباء كأنه مو كأنه يداوم بوزارة الكهرباء، وبنفس الوقت هو مواطن، هو فعلا مواطن يعني، وعليه احنا كنا نستعد بشكل جيد. طبعا زين، طبعا احنا اليوم امام المسؤولية، قلت لك امام شعبنا وامام الحكومة كموظفين، بالتالي حتى الوزير موظف والوكيل موظف والمدير العام موظف والمتحدث موظف، امام شعبنا مسؤولين. بعد اليوم الناس ما له علاقه، الناس ملت، تقول لك والله ملينا من الوعود، ملينا من جمله ما عرض رئيس الوزراء بس الغاز 6 مليارات دولار بالسنه. استاذ محمد خلي اقول لك، لا اسال موضوع الغاز عندنا بيشرح، بس اليوم جمله ما عناها رئيس الوزراء بخطه الكهرباء وتنفيذها، اليوم استعراض مشاكل اللي ورا وارهاصات وتبعات واثار سلبيه على الكهرباء، قال لك والمواطن شعلي. يوم أنا أتحدث غاز راح من المحطات، نعم جزء مهم لكن مواطن شعلي. طبعا يوم أنا أتحدث عن مشاكل وتخصيصات وما لحقت أسوي الشغل، والمواطن شعلي، مواطن يريد خدمة عامة وانت بكهرباء المفروض تطلع بهذه الخدمة. ما أريد مدير عام يقعد بمكتبه، هذا لسان حال رئيس الوزراء، ولا أريد وكيل، ولا أريد مدير عام، ولا مدير فرع، ولا مدير قطاع. شنو تفاصيل زيارة السيد رئيس الوزراء الأخيرة، وشنو شلون انعكست وشلون ممكن تنعكس بالأيام اللي جاية؟ بس خليني أشرح لك هيك على عجالة، إنه خطتنا اللي كانت استعدادية لفصل الصيف كان بها شقين أستاذ محمد، وهذا جدا مهم. زين. مرة عملت على استقرار ساعات تجهيز الكهرباء، شنو يعني؟ استاذ محمد انت مواطن وانا مواطن، كثير من المواطنين نسمعهم يقول يابا راضين تعطونا 2 باثنين، راضين تعطونا 3 باثنين، اعطونا 2 باثنين مضبوطه مثل الناس، مو كل ساعه تطلع. زين. صح؟ صحيح. هذا اللي نتحدث عنه استقراريه التجهيز اللي اشتغلنا عليه بمعالجه الاختناقات وتحقيق ساعات واتاحات للشبكه، هسه بين لك اياها اللي اشار الى رئيس الوزراء. الجزء الثاني عملنا المفروض هذا الصيف على زياده ساعات تجهيز الكهرباء، هسه تقول لي منين؟
يعني اسولف عن خطه الكهرباء لهذا الصيف 3000 ميجا واط عما تحقق بالصيف الماضي جديده اجت اضافيه، المفروض هذا يبين على سعر ديوانها. ها هسه اقول لك، رئيس الوزراء من نجي قاعد بالوزاره هو بعد اليوم رئيس وزراء ما يناقش خطه الكهرباء او عزلنا تخصيصات طيتكم صلاحيات طيتكم وقت طيتكم وقت طيتكم، بعد مو تجون الان تقولوا لي خطه الان بعد المفروض دخلنا بالموسم بموسم الذروه والاحمال وحاجه الناس صح؟ أيه. عليه ال 3000 ميجا واط اللي سولفت عنها الزياده بالعام الماضي لازم تبين، مو زياده 3000 بهذا الصيف، هاي 3000 لازم تبين. مشكلتنا الحقيقيه ما اشار الى رئيس الوزراء مو بس في الانتاج، بقطاع النقل وبقطاع التوزيع. شنو احنا سوينا لقطاع النقل والتوزيع اللي اللي افتتحن رئيس الوزراء البارحه؟ زين 48 محطه تحويليه ضغط فائق زين و152 محطه ثانويه للتوزيع. شنو يعني استاذ محمد؟ خلي اقول لك شنو المحطات التحويليه اللي سمعت بها الناس وتريد تفهم شنو هي هاي. اليوم اكو المحطات التحويليه اللي تاخذ انتاج الطاقه من المحطات الانتاجيه تنطي لمحطات اصغر منها ومحطات التوزيع اللي تنطي للناس. حتى اخذ هذا الانتاج من محطات الانتاج شو يريد لي؟ يريد لي خطوط ناقله ويريد له محطات تحويليه تحقق سعه واتاحه ومرونه للشبكه. شنو يعني؟ اليوم اكو توليد بوقت الذروه، اكو توليد بالبصره، هاي الخطوط والمحطات اللي افتتحها رئيس الوزراء بامكانها تنقل التوليد الزايد للمن لذي قار. زين. اكو بذي قار اقدر اناور به للسماوه، اكو بالسماوه اناور به للنجف، اكو بالنجف اناور به المن لبغداد. هذه المحطات اللي افتتحن هو احنا عندنا انتاج زايد ومشكلتنا كانت ما عندنا نقله انتاج زايد. زين. عندنا عندنا انتاج يا دوب يغطي ساعات جيده مو كافيه ها. بس اكو بعض المناطق ما اقدر اصرف الانتاج. الانتاج اللي عندي يعني شنو؟ اليوم بوضع شبكتنا هذا الان مال النقل الان. زين. اذا يصير عندي 100 انا اريد 40,000. اذا يصير عندي 100,000 اكو مناطق بعدها تطفى كهرباء. ستقول لي ليش؟ يريد لي شبكات توزيع ويريد لي خطوط ناقله ومحطات تحويليه تجيب لي الانتاج من محطات الانتاج. زين. تمام؟ صارت عندكم هسه الخطوط. اللي افتتحن الباحه الجزء الاول. زين. 48 محطه افتتحن رئيس الوزراء وشغلن ودخلن للعمل. زين. اجينا على مشكله التوزيع، التوزيع بظل انشطار المناطق وزياده الطلب على الاستهلاك وهذا تغيير جنس العقار زاد الطلب على الاستهلاك، شبكات بعض المناطق واحمال المغذيات صارت ما تتحمل، قامت الناس كل شويه تجيهم الكهرباء ويسقط مغذيهم بالحمل الزائد، حتى اعالجه سويت المغذي اثنين، من سويت المغذي اثنين يريد محطة توزيع. البارحة اللي افتتحها الرئيس الوزراء 152 محطة توزيع ذني راح يتكفلن بمعالجة الاختناقات ويعالجن هاي الكهرباء تجي. يقول الناس كل شيء ما تشغل، تجي الفولتية ناصية وكل شيء ما تشغل طفوها أحسن. هذني الاثنين 152 محطة راح يعالجن هذا الموضوع. ما حد يقول طفوها أحسن، بس جيبوها خلي المواطن يشوفها. والله ما يقول طفوها. القصد احنا أول شيء فإذا هاي المحطات اللي افتتحها الرئيس الوزراء يوم أمس اللي بخطه الوزاره كمرحله احنا عندنا بعد ان شاء الله بلش شهرين ثلاثه بعد عندنا حزمه ثانيه. هذني راح يحقق استقرار التجهيز اللي يدور عليه الناس ومن ثم زياده التجهيز، لان انا حكيت على 3000 حتى صرفهم يرادلهم هاي المحطات اللي افتتحن البحر الرئيس. زين تمام؟ ممتاز. بالتالي رئيس طبعا هذا بمعزل عن الخطه الاستراتيجيه. زين. انا احكي على خطه الصيف. يعني هي الخطه هي مشكلتنا بالصيف، احنا مشكلتنا بالصيف. انا ايش قصدت؟ اليوم انت تقول لي بالصيف ايش راح توصل حمل منظومتك؟ احنا العام وصلنا 24,000 ميجا واط. ايه؟ احنا صيفنا هذا المفروض 26,000 27,000. تمام؟ زين 26 يعني الناس يقولوا لي بالله قل لنا ايش قد تعطينا ساعات تجهيز؟ مو؟ ايه هذا اللي تدور عليه الناس. طبعا المفروض هذا الصيف يكون احسن من الصيف الماضي بضوء اللي اشتغلنا عليه. لازم يكون احسن من الصيف طبعا الماضي. طبعا لان هواي امور توفرت لكم كوزاره كهرباء. طبعا لزاما لزاما، ولذلك احنا امام مسؤوليه. يوم امس قبالت اعلان الاستنفار التام لملاكات الكهرباء من قبل الرئيس، قال فصل الصيف انتم محطه يعني محطه الاختبار الحقيقي لكم، خلص يبين شغلكم. وايضا غير ذلك من قبالت اعلان الاستنفار وجعلها محطه اختبار ونزول ميداني بعد ما اريد واحد ورا مكتب. حجم العطلات حجم العطلات حجم شكاوى المواطنين تعطيلها عدم الاستجابه عدم توفير المواد
وابتزاز المواطنين بلم. ايش قد الفرصه اللي انطاها رئيس الوزراء حتى يشوف تحسن من قبل وزاره الكهرباء بالاداء؟ يتابع بشكل يومي وهو طالع معيار اسبوعي، طبعا هو قال يوميه تعطون الجداول مع ساعات التجهيز. اوجب البارحه انه يوميه يعطون جداول التجهيز لكل منطقه، جداول العوارض، جدول للمشاكل اللي تصير عندكم وتضعوها على مكتبي اتابعها بشكل. هي اصلا المنظومه عند دوله الرئيس مفتوحه بالموبايل. زين، بامكانياتكم المتوفره ومع افتتاح هذه المحطات الجديده والخطوط الجديده والطاقه الجديده والعقود مع دول الجوار بتجهيز الغاز. لا العقود اللي هسه نجي نناقشها ايش قد تقدرون توفرون تجهيز ساعات باليوم الواحد معدل؟ انطيني رقم. استاذي حبيبي حسبه الساعات ما يقدر ولا خبير كهرباء يقول لك ايش قد اعطي الساعات. هسه خلي افكر وياك بصوت عالي. زين، صيف العام الماضي قالت الناس يعني صيف جيد، مو كل زين بس العام قالوا صيف زين احسن من المواسم السابقه، وقدرنا احنا ككهرباء بتجهيزنا نوعا ما جيد حتى نخفض اسعار المولدات. كان معدل التجهيز العام ايه؟ وصل 14 وصل 16 وبعض المناطق اللي بالجنوب وصل حتى 20. زين، صيفنا هذا العام احسن 20 ساعة حسبت. تجهيز وصلت؟ لا بالمناطق الجنوبية، انا اتحدث عن البصرة، عن الناصرية، اجزاء من الناصرية. بعد بغداد ايش فيه؟ ها مو هذا اللي سولفت لك اياه، المشكلة مو بالانتاج، اليوم بغداد شو يريد لها؟ يريد لها خطوط نقل، يريد لها محطات تحويلية، يريد لها محطات ثانوية، لان الجزء اللي افتتحه استاذ محمد خلي اقول لك بلغة اهلنا. اي بعض مناطقنا اليوم وهذا شغل الكهرباء كله، ازيد الطاقة واطلع خطوط واسوي محطات والرئيس يحط خطة واحنا نركض، هذا كله ينتهي وين؟ وين؟ يم ساعات التجهيز. طبعا احكي لي التجهيز ايش قد؟ مو؟ أي. ساعات التجهيز اكو بعض شبكات التوزيع اللي انا وانت نتفق والجميع بعد ما يفيد بها تصلح لعطل، بعد ما يفيدها تحط له محولة زايدة، اكو شبكات يريد لها تبديل كامل، خلص انا احكي على شبكات عمرها من الثمانين. هاي الشبكه مع هذا النمو والانفتاح وتفسيخ المناطق الزراعيه وزياده الطلب والسوق المفتوحه والمقتنيات للمواطنين والاجهزه والطلب المتزايد، بعد هاي شبكه التوزيع اللي انا مسويها من الثمانين تقدر تركيد، تقدر تواكب هذا الطلب؟ اي بعد هاي المليارات وين جاي تروح استاذ احمد؟ 20 سنه صار كل حكومه تجي تقول ملف الكهرباء اولويه. اكثر ملف مو؟ وين هاي تروح المليارات؟ هسه اقول لك وين سالتني اول مره ليش ما تجي تجهيز البغداد مثل باقي المحافظه؟ فالسبب وين؟ يريد لشغل على قطاع النقل والتوزيع باللي قدرت اشتغل به اجل، هذا 200 محطه جن للعمل، كافيات؟ لا مو كافيات، يريد لي بعد، يريد لي بعد شغل حتى اوصل للحاله المثاليه اللي اعطيها للمواطنين. هسه تقول لي هاي رسالتك سلبيه ايجابيه للناس؟ يعني صيفها شلونه؟ صيفها افضل من الصيف الماضي ولا نزال نقول، لا نزال نؤكد وخذها وعلي، صيفنا سيكون افضل من الصيف الماضي قطعا، احسن من الصيف الماضي. زين، كم محطه تحتاجون حتى يستقر وضع التجهيز بالعراق؟ اليوم يحتاج لنا محطات الضغط الفائق اللي ايضا وقعهن السيد رئيس وزراء خمس محطات، محطات 400 اللي احنا نسميها الرنج. زين، هذا الرنج اللي تربط المحافظات ببعض، تمام؟ يريد لنا مشاريع نزيد الطاقة، أنا سولف عن 26 وأنا أريد 40، يعني شنو؟ يعني بعد عدة بالإنتاج نقص 13,000 إذا أريد أشغل بالصيف. شلون تعالجه؟ عدة عقود، دورات مركبة، عدة محطات حرارية، الآن أكو عمل عليه. إيرادات للسنوات تكمل. دورات مركبة ومحطات حرارية ومشاريع ربط كهربائي وطاقات شمسية، هذا العمل كله بدأ. كله الآن أكو عمل على الأرض، بس إيش وقت يخلص؟ سنتين لثلاث سنوات يخلص. لا بذيك السنوات شنو تسوون؟ بس قول لي. ما كان عندنا قرار وطني شجاع مثل قرار السوداني. ما كان عندنا صلاحيات وشخص. استاذ محمد انت عراق انا اعرفك ما طالع برا البلد. ما صار لنا 20 سنه نصح يا معودين الكهرباء مشكلتها الغاز والوقود. وكل سنه نلوي من ايدينا ويروح من عندنا الغاز ومحطاتنا تطفى وما بها وقود. احنا كان عندنا واحد يقول انا همي الغاز اللي يحترق لازم اطلعه لصالح الكهرباء. اجى يمنا رئيس وزراء ثاني يوم من عمر الحكومه قاعد يمنا بالكهرباء قال بالله احكوا لي شنو مشكله الكهرباء الحقيقيه؟ زين قلنا له واحد اثنين ثلاثه اربعه بس دوله الرئيس اولهن الغاز. قال يعني شنو؟ انت مو توك تسولف لي اموال هواي صرفت بالكهرباء؟ اي استاذ محمد يعني انا استورد غاز 6 مليار بالسنه وعلى على مدار على من الفلوس اللي تعطيني اياهن سنويا يعني انا صارف من 4 الى 6 مليار دولار بس اشتري غاز.
زين ليش انا انت مجبور مجبور اي طبعا شوف لك حل شنو حل شوف لك حل يلا انا وياك شنو الحل هاي محطه واقفه تدي لها وقود تدي لها غاز بيش يشغلها غاز وطني ما يكفي زين غاز وطني ما عندي يكفي اذا اريد اشغل على الوقود حشيت هاي المشكله لرئيس الوزراء بعدها اجى القرار الوطني قال انا ما مستعد اباوع على غاز انا مو ما عندي غاز انا عندي غاز بس غازي محترق انا قال ما مستعد هذا الغاز مالي يظل محروق وانا اطلع هذا البدل النقدي ليه سووا بطرق ومدارس وجسور وما مستعد يا ساعه الساعه انقطع الغاز مني وراحت المحطات وطلع شعبي من الحر تمام عرفنا الثغره اللي يروح 6 مليار وغيرها الكثير من الاموال تهدر شنو اللي سويتوه بعد ما انطاكم رئيس الوزراء الدعم المباشر بخصوص موضوع الغاز شنو اللي سويتوه انتم مثلا ووزاره النقل النفط بخصوص استثمار الغاز والحقول اللي كانت منسيه اصلا هو مو احنا نسوي سام محمد الغاز شغل وزاره النفط شنو سووا النفط النفط حاله جوله التراخيص الخامسه اللي بها 21 حق الغاز يعني شنو كانت جولة التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة روحي النفط بيع النفط جيبه طيل المالية طيل الموازنة حرقتها للوزارات ولا واحد يباوع على الغاز هذا غازنا المحترق 24 ساعة ولا واحد يقول هذا حق الغاز ليش هجا رئيس الوزراء سوى جولة التراخيص الخامسة حط بيها 21 حق الغاز أرطاوي مجنون خشمي الأحمر عكاز سيبه ديالة نهران عمر ذني حقولي طلع عن غاز إذا أطيل الكهرباء يسدن 80% من جزء والان كلهن محالات على الشركات اللي يطلع غاز. ايش قد يحتاج لهن وقت حتى يجهزه؟ 3 سنوات. زين. خطه وزاره النفط 3 سنوات وحتى جوله التراخيص السادسه هم بها حقول غاز. احنا لو هاي ال 6 مليار اللي راح تستثمروها بدلا ما تشترون الغاز اذا كان عندنا غاز وطني، هاي ال 6 مليار دولار سنويا اذا تستخدموها بتطوير واقع الكهرباء بالعراق ايش قد راح تنعكس؟ يعني المفروض بخطتنا الثلاث لثلاث سنوات ان توفرت التخصيصات راح ازيد 11000 ميجا وات انا مواصل 627 بعد 3 سنوات يجيني 11000 هاي 11000 من المحطات هسه المشاريع اللي ذكرتن المفروض انا محتاج الان 13 بعد 3 سنوات صح راح يزيد الطلب بس انا راح اجيب 11000 ميجا وات لان هاي المشاريع الان الموجوده راح اجيبها للخطه تمام اللي هاي بيها بنى تحتيه اللي اكد عليها رئيس الوزراء مضاف الى المشاريع التي ستدخل تباعا اللي هي طاقة شمسية طاقة تدوير احكي لي على الاتفاقيات مع سيمنز وغيرها بالصيانة شنو فادتكم كوزارة كهرباء اولا صيانات طويلة الامد للوحدات التوليدية بكل محطات الانتاج سام محمد محطاتنا اليوم اللي تنتج كهرباء اغلبهن ناصبتهن سيمنز وجي تمام زين شوي هيك خلي اسولف وياك صديقي ناصبتهن سيمنز وجي كنا كل سنة شو نسوي لو ماكو فلوس على القد طبعا انا من اقول ماكو فلوس ترى الموازنه التشغيليه غير الاستثماريه زين لو تجينا فلوس على القد لو اصلا ماكو موازنه ونضطر احنا نلزق المحطات شلون مكان نسوي لها صيانه حتى نطب الصيف ولذلك كنا ننحرج لهناك طلعت الوحده التوليديه من العمل واحنا بعز الصيف وقعنا بمشكله طبعا هاي من غير اذا راح الغاز تمام من اجينا الى سيمز وجي اللي هم ناصبين اغلب محطات الكهرباء قلنا يابا احنا ليش ما نسوي وياكم عقد انتم ناصبين المحطه وانتم مصنعين المحطه والوحدات التوليديه صناعتكم وانتم شركات مصنعه ليش ما تسووا لي صيانات طويله الامد لمده 5 سنوات خلوا لي هاي الوحده التوليديه تشتغل بكامل طاقتها التصميميه زين يعني شنو استاذ محمد انا كنت وحده توليديه طاقتها 100 انا مشغلها 50 زين انا اذا مو بالصيف اريد طاقتها يمتى اريدها زين هي بيها 50 ميجا وات ضايعه زين انا اسوي كمل من جت تجي وسيمنز اتفقنا وياهم هاي الوحده التوليديه ام 100 رجع لي اياها 100 هاي الوحده ام 80 اعطيني اياها 80 تدري ليش؟ لان هو المصنع صح ومن يريد يبدل قطع غيار هو المصنع ماله وهو الناصبها فسوينا عقد طويل الامد للصيانات مع جي وسيمنز 5 سنوات رجع لي المحطات بطاقتها والمباشره شو وقت؟ باشروا ممتاز باشروا بعد فكرنا ويا سيمنز وجي اي تقدرون تنصبون له محطات سريعه النصب تشتغل على الغاز المحترق هذا الغاز اللي يحترق الان عندنا اي تقدرون تنصبون قالوا اي ان ايش قد تردون قالوا من 6 شهر إلى 8 شهر بنصب لكم محطات على هذا الغاز اللي يحترق اي زين مو وزاره النفط تقول 3 سنين يلا استثمر غاز قلنا انتم اشتغلوا بحقول الغاز اللي حلتوهن بعد عندنا غاز محترق جي اي وسيمنز راح ينصبون لنا محطات سريعه هاي المحطات ايش قد توفر لنا
محطة. ايش قد تزيد الانتاج؟ 2000 ميجا واط. زين. تمام؟ زين. بعد رحنا وياهم وين؟ انصبوا لنا وحدات الدوره المركبه، استاذ محمد شنو وحدات الدوره المركبه؟ محطاتنا الغازيه تشتغل على الوقود والغاز. اكو شيء اسمه الدوره المركبه محرك مثل مال الطياره. جيبه نصبه وين؟ يم المحطه الغازيه اللي هي اصلا تشتغل على الغاز. لا تريد وقود ولا تريد غاز ولا تريد غاز ولا تريد كل شيء. ثقل العالم تشتغل. تشتغل على الحراره، هذا المحرك مال الغازيه مو يشتغل يطلع حراره. هاي تاخذ الحراره منها تحبسها بالتورباين تسوي لها طاقه نصف طاقه المحطه. ايش قد؟ 4000 ميجا واط. هاي مشاريع الدوره المركبه راح تجينا بسنه وثمان. هاي صار عندنا 6000. رحم الله والديك. مشاريع الطاقه الشمسيه الان توتال جاي تشتغل بالبصره 1000 ميجا واط، تنصب لي محطه طاقه شمسيه 1000. زين. وشركه البلال جاي تشتغل 300 بكربلاء و225 بالاسكندريه، وشركه باور تشاينا الصينيه جاي تشتغل باربع محافظات 750 ميجا واط، ذني 2225. تمام؟ زين. وقعنا محاضر مشتركه مع امانه بغداد وهيئه الاستثمار، روحوا حيلوا محطات تدوير النفايات. اختارينا موقع بابو غريب وواحد بالنهروان، وقعنا محاضر، روحوا حيلوا فرصه استثماريه تجيبوا لنا طاقه من تدوير النفايات. عندنا موقع بالشهابي بواسط سرعة الرياح مناسبة أن أنصب محركات طاقة تشتغل على الرياح. زين. تمام؟ هذا أيضا موجود بخطتنا، وأكو شركة قطرية راح تنصب لنا 6 محركات. عندنا محطات تدمرت بداعش اللي هي بيجي الحرارية وبيجي الغازية. ذني ما يلحقن على هذا لا الصيف. لا راح يذنن عن حاله. هذا الصيف ما يلحقن. ما يلحقن هذا الصيف. أنا هذا الصيف أوصل 26 27. يعني على هذا الدعم وهاي الاتفاقيات يعني وهاي الأمور. شغلنا الصيف الجاي إذا وزارة الكهرباء بنفس الأداء يعني حتى أي عذر ما يفيدكم. لا احنا ما ولا مقبول من عندنا العذر. زين. بس احنا نريد لنا وقت استاذ محمد. يعني احنا البحر رئيس الوزراء تدري قال احنا جينا الى قطاع كهرباء متهالك. يعني احنا جينا على منظومه 19000 وانا اريد 40000. جينا على نقل ماكو كل انت ما تتذكر ب 10 محرم طفت عندنا محطه بالبكر بالبصره. طلعت الموصل وصلاح الدين وكركوك وعبودياله طفت العراق. نعم. من الشمال للجنوب. حتى الماء يفتهم بالكهرباء. قال لك معقولة محطة بالبصرة تطفى يطفي العراق كله؟ مو المفروض هذا بعد ما يصير. هذه المحطات اللي دخلناهن بعد العوارض اللي تمر ما كنت طفاء للمنظومة تام. اشتغلنا بس باللي أتيح به الوقت وإن شاء الله ماضين على المعالجة وماشيين صح. بس يريد لنا وقت. موضوع الكهرباء محمد ما ينحل بقفزة. قفزة ما نقدر مو سحرة. بس يريد حقها حقها الناس ايش تحكي حقها. 20 سنة يا قفزة أستاذ أحمد. ما هو شوف اذا تريد ترجع على 20 سام محمد بني ايش من احسبين؟ لا ب 2003 ترى انا موظف صار 30 سنه بالكهرباء. ب 2003 العراق كله يولد 3400 العراق كله من الشمال لجو. وانا الان اسولف على 27. نعم. فحق الناس علينا وكل الحق له. بس احنا والله ماشيين صح. ولو عندنا كان قياده وحكومه تفكر بهذا التفكير الان والله قرارات ناجحه وشجاعه ووطنيه كنا انتهينا من ملف الكهرباء. ان شاء الله ان شاء الله. المتحدث باسم وزاره الكهرباء الاستاذ احمد موسى اشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعه. شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبار اليوم.